السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني والله. النهاردة هنعمل احلى طبق معانا. هنعمل النهاردة مكرونة بالصلصة، هيبقى احلى طبق النهاردة معانا. المكونات بتاعته هنحط الاول المية تغلي على النار، هنخلط الطماطم، معانا بصل، معانا شطة. فاحنا كده يا حبيبي هنعمل المكرونة بالشطة كده، النضة بتاعه الشطة تبقى معانا جميلة قوي. فيلا بينا كده، هنودي نحط المية على النار، معانا معلقة من الملح هنحطها مع المية، هنغطي يا حبيبي المية معانا لحد ما تغلي ونحط المكرونة فيه. احنا كده يا حبيبي هنخلط طبعا الطماطم، هنحطها كده في الخلاط. ديت هنجهزها على المكرونه معايا ما تستوي معانا اهو. حطينا شويه ميه عليها عشان تمشي معانا كده في الخلاط يا بنات. هنخلطها يا بنات وارجع لكم تاني عشان صوت الخلاط. كده هننزل بقى بالمكرونه يا بنات، هنكسرها كده. دي مكرونه سباكيتي، هنعمل منها النهارده يا جماعه كده احلى طبق معانا. السكر الحراق من يا حبيبي نكسرها كده. ما بحبش اشيلها اسيبها طويله، انا بكسرها اهو. هنقلبها بقى في الميه، هنسيبها لحد ما تستوي معانا كده وتغلي معانا يا حبيبي، وارجع اوريها لكم تاني. معانا كمان يا حبايبي بيضة اهوت هنسلقها جنب المكرونة كده، وهينا تبقى غدوة ان شاء الله كده النهاردة. وكده ما شاء الله يا بنات، بعد كده المكرونة مستوت معانا وفضناها كده يا حبايبي. هنصفيها طبعا من المية اللي هي فيها دي. وفي نفس الحلة برضو يا بنات هنعمل كده بصل، هنجيب بصل كده ونفرطه. هنخلطها كده يا بنات، نحط عليها شوية طبعا من الزيت، هنوديها في التاني على النار كده لحد ما نحمرها وهينا. اصبري كده يا دوبك معانا كده. كده يا بنات بعد البصلة لما كده بقت لونها جميل ومعانا لونها ذهبي ما شاء الله عليه كده يا بنات، هننزل بقى بعصير الطماطم عليها كده ونحطيه. كده معانا عصير الطماطم يا بنات اهو، نزلنا بيه كده على البصل. كده يا بنات اهو احنا بنصب عصير الطماطم على البصل.
احنا يا بنات احنا بنطلب الطماطم كده، حطينا فصين من الثوم في الطماطم وهي بتنضرب في الخلاط، تدي برضو طعم جميل كده مع المكرونه. كده يا بنات بعد ما صفينا عصير الطماطم هنسيبها تتسبك، بس احنا كده هنفرك الاول القرنان الشطه دلوقتي هننزلهم فيها كده. خرطناهم اهو، بدي المكرونه طعم حلو قوي يا بنات الشطه كده. من معانا يا بنات قلنا من الشطه الحراره الاحمر جامد، فاحنا ناخد منه حته صغيره كده عشان ما تبقاش حاميه قوي. كمان يا بنات هنبهر بقى الصلصه معانا مكعب من الماجي هننزل بيه حبايبي. ومعانا شويه من الفلفل، شوية من الفلفل الأسمر، ومعانا كمان نص معلقة من البهارات. هنقلبه كله يا حبايبي كده وهنسيبه مع بعض كده لحد ما تتسبك خالص، وارجع اوريها لكم تاني. كده يا بنات بعد ما استخدمتها ما شاء الله اتسبكت معانا كده بالشكل ده، هنزل بقى عليها بالمكرونة. نقلبها بقى كده في التسبيكة دي. شكرا يا بنات، نقلبها كلها في التسبيكة الصلصة بتاعتنا دي يا حبايبي. كده يا حبايبي ما شاء الله بعد المكرونة ما استوت معانا المكرونة الاسباجيتي بالشكل ده وعملناها يا حبايبي بالطريقة دي، ما تنسناش في اللايك وفي الاشتراك في القناة. يا ريت يا حبايبي اللايك، بالله عليكم ما تنسونا في اللايك والكومنتات الجميلة اللي بتفرحنا. شايفين يا حبايبي شكل المكرونة معانا بالشكل ده ما شاء الله عليه الطبق. متنسناش يا حبيبتي في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.